رجوع الى من هو اعلى مني منصبا. يعني خلينا بس نتكلم في ده. معانا هاتفين الدكتور حمدي عرفه، استاذ الاداره المحليه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين وسعاده الناس. اهلا وسهلا اهلا بيك. وسهلا يا دكتور. انا معايا يا فندم، وحضرتك مشكورا بعت لي مجمل المواد كده اللي حضرتك ممكن يكون عندك فيها تحفظات او يعني وجهه نظر معارضه. طيب انا عايزه سريعا يا دكتور حمدي اعرف اعتراضات حضرتك، يعني الاجزاء اللي اتفقنا عليها طيب. اتكلمنا فيها الاسبوع اللي فات باستفاضه. قلنا النهارده البدايه هنتكلم على ما نحن مختلفون عليه. اتفضل يا طيب. فندم. البدايه السلام عليكم وتحياتنا ليكم جميعا. انا بس عايز اسرد، طبعا القانون الاداره المحليه فيه 156 ماده، الناس دي تعبت فعلا وعملت مجهود جامد جدا، ولكن عندي 19 ماده اامل تعديلهم باختصار شديد عشان نفسي اشوف مصر زي بريطانيا زي الولايات المتحده زي دوله الامارات العربيه المتحده. طيب عجاله سريعه، عندي طبعا 19 ماده اعمل تعديلها، بقيه القانون فعلا هم تعبوا فيه وعملوا شغل جامد فيه ومحدش يقدر يتخصم حقهم، يعني اتفق مع حضرتك تماما. الماده رقم واحد بتقول ايه؟ المجتمعات العمرانيه الجديده يتم انشائها وادارتها القانون الخاص بها. طب انا عندي 33 مدينه جديده و75 مدينه صناعيه، حصيل ايرادات بس مدينه واحده زي مدينه 6 اكتوبر وفقا لتقديراتي تفوق ال 100 مليار جنيه سنويا. عندي لا تقول للسيد محافظ الجيزه، عندي مثلا مدينه العاشر من رمضان تتخطى ال 5 مليار جنيه، لا تقول لمحافظ الشرقيه، مدينه العبور 3 مليار، لا تقول لمحافظه اللوبيه. طب الساده المحافظين هيشتغلوا ازاي وما فيش ايرادات؟ يبقى انا كده بعمل من وزاره الاسكان دوله داخل الدوله. خدي حضرتك المفاجاه ولاول مره انا عايز اقولها على قناه جريده. القانون رقم 59 لسنه 79 قانون هيئه المجتمعات العمرانيه الخاص بوزاره الاسكان، الماده ال 50 بتقول ايه؟ تسلم جميع المدن الجديده الى وحدات الحكم المحلي، يعني من 39 سنه في ماده بتقول يا جماعه بعد انشاء المدن وانشاء المرافق بيها سلموها للمحافظين، ليه بقى؟ اقول لحضرتك عندي الاسباب الوجيهه. عندي في وحدة محلية فيها 7 مليون، لا في معدات نظافة ولا في معدات إزالة ولا الناس عارفة تنصف الطرق في العزب ولا الصفور ولا النجوع، فلما أجي أعمل من وزارة الإسكان دولة داخل دولة أعتقد ده ضد الهيكل التنظيمي داخل الدولة، فأأمل تعديل تلك المادة. المادة حضرتك الـ طيب معلش يا فندم، فكرة بس مع المجتمعات العمرانية الجديدة عشان دي نقطة مهمة، وفكرة أن تدار أن يتم إنشائها وأن تدار بقانون خاص ليها. طيب يا فندم ده مشكلته ايه تحديدا يا دكتور حمزه؟ طيب اسمحي لي اقرا لحضرتك قانون هيئه المجتمعات العمرانيه الماده 50. يصدر من قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهه التي تتبعها الهيئه بتسليم ما ينشا من مجتمعات عمرانيه الى وحدات الحكم المحلي. من 39 سنه مليارات الجنيهات كانت لازم تسلم للمحافظات، بنرجع نقول المحافظ ده فاشل، المحافظ ده مش شغال. انا قابلت محافظين كتير واقول لحضرتك والله بالاسم، دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه قال لي انا مش عارف اشتغل لان مفيش ايرادات عندي، محافظ الشرقيه دكتور سعيد عبد العزيز والله قال لي بالنص ايديا متكلبشه، وغيرهم الدكتور جلال السعيد وغيرهم، الناس دي مش عارفه تشتغل وفي النهايه نقول الناس دي فشلت لان ما عندوش ايرادات. ليه بقى؟ انا بحب اتكلم بلغه الارقام. الموازنه الجديده لعام 2018 2019 خلت ال 27 محافظه بالكامل ليهم كام يا فندم؟ ليهم فقط 11 مليار جنيه، تخيلي 27 محافظة فيها 3 مليون و200 ألف موظف بتخش لها 11 مليار جنيه فقط، أخلي مدينة زي 6 أكتوبر تفوق ال 100 مليار جنيه، يبقى يعني أي أنا هاخد مصطلح الدكتور حمدي كان قاله أكتر من مرة الحقيقة إنه ده بيخلق جمهورية داخل الجمهورية أو دولة داخل الدولة. الكلام ده كلام مع احترامي للدكتور حمدي عرفة، الكلام ده مش مظبوط نهائي. المادة الأولى منها ثانيا ينظم إنشائها وإدارتها للمجتمعات العمرانية، يعني ينظم إنشائها وإدارتها القانون الخاص بها ويكون لكل، بصي هو عمال يقول إن المجتمعات العمرانية تسلم للوحدات المحلية، المجتمعات العمرانية تسلم للإدارة المحلية، المجتمعات العمرانية ليس هناك فرق بينها وبين الوحدة المحلية، المجتمعات العمرانية نفس الكلام، بس المجتمع العمراني له صفات خاصة به، له صفات تنظيمية، له صفات في النظافة، له صفات في مجلس إدارته. المجتمع العمراني له مجلس إدارة ينتخب كل 4 سنوات
إذا كان هذا المجتمع وصل عدد الناخبين فيه 3000 وكل ما ينطبق على الوحدات المحلية من إجراءات واختصاصات ورقابة وكله ينطبق عليه بالكامل. طيب معلش إيه الفرق؟ أنا عايز أعرف بس إيه الفرق بين المجتمع العمراني اللي هو مزعله وبين الوحده المحليه؟ هو بيقول لك لازم كل الوحدات المحليه حسب القانون. يعني حتى المثال اللي حضرتك ضربته دكتور حمدي فكره انه انه مثلا مجتمع من المجتمعات دي ايراداته تبلغ 11 مليار جنيه. يعني الكلام يعني ده انا ما انا عايز مستند موثق للكلام ده. ما فيش حاجه اسمها تبلغ. وكان بيقول المره اللي فاتت ان محافظه القليوبيه بيروح لها بالمجتمعات العمرانيه 100 مليار. الكلام ده كلام يعني عالي جدا وكلام خارج على لا الكلام ده خارج على نطاق الصح تماما. انا عايز معلومه موثقه ويا ريت كان الدكتور حمدي عرف شرفنا في هذه الحلقه وجاب معلومات موثقه ان محافظه القليوبيه بتروح لها 100 مليار. 100 مليار منين؟ وانا سالت كل المختصين وسالت الوزير وسالت المحافظ وسالت الدنيا دي كلها مفيش اي. الكلام ده مش مظبوط دكتور حمدي. هقول لسعادتك الالقاب على الموقع الرسمي لوزارة المالية الموازنة العامة لعام 2018-2019 بتقول الآتي: حققت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية 84 مليار جنيه و254 مليون، وكانت الحصيلة الجامدة للمصروفات 243 مليار. عندي بس في أكتوبر في أحد المستثمرين دفع لهيئة المجتمعات العمرانية 25 مليار جنيه تسدد على 12 سنة. تمام؟ لما تيجي حضرتك دي مدينه واحده بس، ده كلام الموازنه العامه للدوله. كل ده راح لمحافظه القليوبيه؟ نعم فندم. المبالغ دي راحت لمحافظه القليوبيه يا دكتور؟ يا فندم انا بتكلم على الجيزه، مدينه اكتوبر بتتبع محافظه الجيزه وليس محافظه القليوبيه. انت بتقول المره اللي فاتت بتقول القليوبيه، هوضحها لحضرتك بصوره اعمق. محافظه القليوبيه مدينه العبور بتحقق، انا الارقام قدامي، 2 مليار و400 مليون جنيه. طيب. فائض سنوي. طيب انا هستاذنكم بس مننا 2 مليار لمدينه العبور فائض سنوي بتحول بتروح لخزينه الدوله. طيب هي واضحه لا توجه الى محافظه. كل اللي بتتكلم عليه من ايرادات وكذا وكذا وكده كان كله بيوجه لخزينه الدوله. طيب والدوله هي اللي وزاره الماليه وخزينه الدوله هي اللي بتوزع الكلام ده. طيب معلش دكتور حمدي، هو واضح ان دي نقطه طبعا من المره اللي فاتت واضح انها نقطه خلافيه يعني بين حضراتكم. خليني بس انتقل لنقطه تانية معلش كانت مهمه برضو. الاول لازم نوضح للمواطن ان المجتمع العمراني مش مختلف عن الوحده المحليه في حاجه. المجتمع هو بس بطبيعته. حضرتك يمكن قاعدة في المجتمعات العمرانية لها طبيعة ولا كام باوند ولا مش عارف ايه ولا نظام تاني في النظافة ولا نظام في رسوم الكهرباء ولا نظام في المية ولا نظام في لها نظام. هو ما قالش لذلك هو ما قالش غير كده على فكرة. لا هو بقول لازم تحول الى انها تبقى وحدات محلية. احنا بنتكلم هو المجتمع العمراني مجتمع بيتم انتخاب مجلس ادارة له كل 4 سنين زي الوحدات المحلية بالظبط. لو بلغ عدد الناخبين فيه 3000 يعني مش مختلف. طيب. مش مختلف في حاجه خالص عن الكلام ده. دكتور حمدي استاذنك بس نسمع بعض. دكتور حمدي ننقل حضرتك على الماده الثانيه عشان بس ما نسالكش. طيب اتفضل يا فندم بس سريعا احنا قدامنا 5 دقائق على نهايه البرنامج. طيب سريعا الماده 156 ماده 156 من القانون المقترح بتقول ايه؟ فيما عدا ما ورد بشان نص خاص تسرع على الوحدات المحليه كافه ما يسرع الجهاز الاداري للدوله بالقوانين واللوائح. طب انا عندي 12707 قانون ولائحه وقرار، وده كلام وزاره التخطيط والاصلاح الاداري استنادا الى ما نشر في جريده الاهرام لعام 2017 في الصفحه رقم 5 من جريده الاهرام. يعني انا بقول لكل 159 ده القانون كله 155 ماده. انت جايب يا دكتور حمدي 159 ده جايبها منين؟ انا مش لاقيه الرقم الماده اللي حضرتك بتقولها. احنا قانوننا كله 155 ماده 159 ماده 160 منين 159 دي؟ نعم نص على الاتي وبعتها لسعاده النائب الساعه 1 الظهر على الواتساب. يا دكتور حمدي احنا قانوننا كله مشروع قانوننا 155 ماده. ثواني يا سياده النائب معلش بس انا بقول دكتور حمدي ما حضرتك بعت لي الكلام ده برضو على الواتساب من الظهر وقريته كذا مره بس انا مش لاقيه الماده. القانون في ايدي يا استاذه يا سياده النائب بلاش تشكيك خلي البلد تنهض بقى. يا استاذه منه لو سمحتي انا القانون في ايدي 156 ماده. من اين اتيت بالماده 159؟ اقول لحضرتك وبعدين ما تقوليش لو سمحت يا فندم ما تقوليش بلاش ايه خلي البلد تنهض. احنا انت اللي مش عايز البلد تنهض. انت عندك ملاحظات غير حقيقيه. انت بتجيب ارقام غير حقيقيه. انت بتورط المواطنين في الدوله. انت بتعمل صدام ما بين المواطن والدوله بدون علم. انت عايز علم. انت كنت موعود بمنصب ولا حاجه وما خدتوش. ما تقوليش انا كنائب شعب عايزين الدوله تمشي. الكلام الجميل ده ما ينفعش تتكلم الكلام ده تقول خلي ما بلاش تضلل.
انا اللي بضلل، انت اللي بتضلل. سيادة النائب استأذنك، اللي خلي الدولة تمشي. واحد عمال يقول قانون، عمال يقول 100، عمال يقول المادة 159 من القانون. طيب. والمادة والقانون لا يحتوي على 159 مادة. اديله فرصة يرد يا سيادة النائب. هو في ايه؟ في ايه؟ اديله فرصة يرد. هو لا انت مش بسمح، انت مش سامح حضرتك بقول لك بلاش تضلل الناس، خلي الدولة تمشي. يا فندم يا فندم، الدولة ماشية بقيادتها، والدولة ماشية بنوابها، والدولة ماشية مش بالعافيه، مش بالصوت، مش بارقام مزيفه. لو سمحت بس نسمع بعض عشان نديله فرصه بس يرد. لا بس اخطا. طب بس بلاش، وانا لا اسمح انه يخطئ. بس بلاش يا فندم، موضوع بس وعدت بمنصب ومش يعني برضو بلاش نتنا. لا هو كده، هو كده. لا يا فندم ما احنا ما نعرفش هو كده ولا لا. طب معلش، طب هو يعرف ان احنا بنضلل؟ دكتور حمدي بقولك لا تضلل المواطنين. رقم الماده دي يا فندم حضرتك قلتها، واضح ان هي لا عندي ولا عند سياده النائب، فقول لنا بس سريعا هي بتتكلم على ايه. مادة مستحدثة عايز تضيف. انا هرد. طيب هرد ولا بلاش؟ اتفضل يا دكتور حمدي. لا سامعين. القانون ده تم نشره الساعة 11:56 دقيقة يوم الأحد بتاريخ 30/4/2017 على موقع صحيفة اليوم السابع، الموقع المحترم، تحت نص الآتي: ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية اليوم السابع، 156 مادة. أنا عارف أنا بقول إيه وبتكلم إزاي، أنا راجل وطني ليا تاريخ. طيب. وطورت في دول تانية ونفس مصر سنة. اسلوب التشكيك مش كويس، انا بتكلم باسلوب علمي. تعال. طيب. لا تتحدث عن مفاهيم الاداره المحليه. طيب هستاذنك. طب هستاذنك. بص يا سياده النائب، انا والله ما لاقيه الماده اللي بتقول عليها، انا مش لاقيه. اخر حاجه عندي، سوري يا عفوا يا دكتور حمدي، 156. انا اخر حاجه عندي ماده 141، اصلها الماده 143. لا 156 مش عندي حتى ال 156. طب لا دكتور حمدي. 156. دكتور حمدي معلش اديني كده في دقيقه واحده، لان خلاص التتر طالع على الهوا. اديني في دقيقه واحده كده نقط ازاي نقدر نطعم او نعدل او نحسن بيها قانون الاداره المحليه عشان يقضي على كل المشاكل اللي بقالنا سنين بنعاني منها، او اللي اتكلمنا. اتكلم هو مش هيتكلم، هو اللي اتكلمنا يعني عليها هنا في مساء دريم الاسبوع هو مش هيتكلم هو بس. اتفضل هسمعك يا ست نائب. اتفضل يا دكتور حمدي. اتفضل. هو سايب كل المميزات اللي في القانون وبتكلم. ولا في تطبيق لا مركزيه ماليه ولا اداريه في المواد دي، مواد معيبه جدا محيطي اكمل بقيه المواد. كلام عام وبس عشان بس الوقت لو سمحت حضرتك. اتفضل يا فندم. محيطي اكمل بس بقيه المواد. اتفضل. طيب هنا حضرتك عندي مثلا الماده 84 بناء على اقتراح مجلس محل محافظه بعد اخذ موافقه مجلس الوزراء بقرار من المحافظ انشاء لجان خدمات. فين المركزيه هنا الاداريه والماليه؟ اما انا هرجع للجهات المختصة. عندي المادة 122 بتقول على الآتي: حل المجالس المحلية بأسلوب إداري شامل. ثانية واحدة دكتور حمدي، المادة 84 انه اين الصلاحيات الخاصة بالمحافظ، لان المادة وضحت الرجوع لمجلس الوزراء اللي بيتكون من 34 وزير. بناء على اقتراح مجلس محل محافظة بعد اخر موافقة مجلس مدر. فين الصلاحيات؟ يعني انا كده نزعت الصلاحيات كلها من الادارة المحلية. في بقى حضرتك استاذن حضرتك برضو عندي مادة هنا اذا بكرامتي. انا عندي هنا حضرتك بيتكلم على المادة 130 ينشأ حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، 5% من اجمالي الضريبة، 50% من الخزانة العامة، 20% في حصيلة الخزانة. طب والايرادات التانية بتتوزع على الوزارات التانية؟ لا، يبقى انا كده عندي لا مركزية مالية منقوصة. اسمحي لي يا استاذة منة كمان، انا عندي المادة 137 لا يجوز للوحدات. وجايبها منين المادة 88 دي بيقول عليها دي؟ لا دي عندي يا فندم اهي. بيقول ايه؟ مش 88، مادة 130 ينشأ حساب مشترك للتنمية المحلية. مش 188 تقول ايه؟ ينشأ حساب مشترك للتنمية المحلية. طب قول. طب آخر حاجة يا دكتور حمدي. مادة 88 هو بيقول 88 بتقول ايه؟ آخر حاجة يا دكتور حمدي اتفضل. لا مادة 88 بتقول ايه الأول؟ بيقول ايه؟ من عندي وفي ايدي. مادة 88 ايه يا دكتور حمدي؟ معلش سريعا بس. دكتور حمدي. الخط قطع يا شباب ولا ايه مع دكتور حمدي؟ الخط قطع. انا مش شايف ماده 88 انت بتقول عليها. طيب الخط قطع للاسف معاه. طيب سياده النائب هاخد من حضرتك كلمه اخيره بس مع العلم انه برضو دي ملاحظات يا فندم على فكره. ملاحظات بيقولها غلط. بيقولها غلط والله. ما في ماده كده فيها صح. والله حتى الغير مختصين يا فندم بيقولوها. بيقولوا ايه؟ ايه اللي غلط؟ يعني ايه سياده النائب لما يبقى عندي قرار عشان المحافظ ياخده لازم يرجع لمجلس الوزراء؟ يعني مين اللي قال؟ ما احنا حاطين في القانون تطبيق اللامركزيه في ما موجود. ما حاطينه اسم يا فندم. مش حاطينه اسم. هو القانون اتناقش هو القانون دلوقتي تم مناقشته في الجلسه العامه. الاليات ايه؟ وتم تطبيقه. طب الاليات ايه؟ هي اللامركزيه لسه طبقت يا جماعه. انتوا بتتكلموا في حاجه لسه لم تطبق. الاليات ايه اللي تضمنتوها علشان تضمنوا تحقيق اللامركزيه؟
حضرتك لو هو لو مسك ايجابيات القانون في ماده مستحدثه من ماده 7 لماده 9 اللي هي انشاء اقاليم المحافظات. اقاليم المحافظات كل اقليم من مجموعه محافظات متشابهه مواضيعها تبقى اقليم واحد. الاقليم ده كل تخطيطه وتوجيهه ان هو ينمي ويحدث التنميه الشامله داخل المحافظات دي كلها بالكامل. وهيعمل هيعمل فيه امين عام للاقليم ده، هيبقى له امين عام محلي او امين عام فني بيحسب على انا بكلمك اهو، بيحسب كل مقدرات هذه المحافظات، بيعرف كل موارد هذه المحافظات، بيعرف كل دخل هذه المحافظات، بيعرف ايه اللي متوفر من الموارد الاقتصاديه والبشريه والفنيه والاداريه في داخل هذه المحافظات، وبعدين هيخطط منها للتنميه الشامله. طيب. انا هو بكلامش في ايجابيات خالص. طيب. تطبيق اللامركزيه استحضار الاسبوع اللي فات حضرتك والسيد نائب محمد المصري ما اتكلمتوش غير عن الايجابيات، فاحنا عشان كده في اخر الحلقه الاسبوع اللي فات قلنا هو ما قالش سلبيه صح. هو كل اللي بيتكلموا بكلام بارقام هو جايبها ما اعرفش جايبها منين. طيب. قال لنا الماده 159 ما فيش 159. طيب. دلوقتي قانون ما فيش ده حتى اول حتى انا كنت عايز اتكلم في حاجات كتير دخل ضيع الحلقه على الفاضي. طيب كلها ارقام معرفش مين بيجيبها منين. طيب احنا دلوقتي ده هيناقش ان شاء الله في دور الاعقاد الرابعه للقانون، مش كده؟ ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نستكمله مره تانية عندنا في مساء دريم ونتكلم على تفاصيل اكتر. ده من ضمن تاخير مناقشه القانون، من ضمن تاخير مناقشه. احنا الموضوع بينقسم الى ثلاث اقسام، اللي هي سلطه تشريعيه، في سلطه تنفيذيه، في رئيس جمهوريه. رئيس الجمهوريه بيوجه دلوقتي لسرعه مناقشه هذا القانون وسرعه انتخابات المجالس المحليه. طيب احنا كتشريع خلصنا القانون في اللجنه وقعدنا فيه سنه ونص وخلصناه، وحضرتك لما يصدر القانون وانا هسيب لحضرتك استغنى عن النسخه ديت، اقراها ماده اي ماده في هذا القانون فيها عيب ولا فيها اي حاجه ناقشين انا شخصيا. انا بقالي اسبوع بقرا قانون الاداره المحليه. جبت ايه عيوب وانت انت ما قدرتش تطلعي عيب؟ هو طلع ازاي؟ الله اعلم. هو الوحيد في الدوله اللي مطلع عيوب قانون الاداره المحليه الجديد يا استاذه. قانون متوازن يتماشى مع سياسه الدوله ويتماشى مع التنميه الشامله. يا سياده النائب حضرتك كعنصر من الناس يا فندم اللي وضعت هذا القانون، شايفاه قانون متفرد في نوعه، ده ما يمنعش يا فندم. مش انا اللي شايفه بس، ده ما يمنعش كل من وضع قانون يا فندم هيبقى شايفه هايل واحسن قانون. واللي ما وضعوش ده ما يمنعش يا سياده النائب، انا ممكن في طرف تاني شايف ان في بعض العيوب. يا استاذه واللي ما وضعش القانون، مش اللي وضع القانون بس، جميع خبراء الاداره المحليه. طيب. اشادوا بهذا القانون المحترم. طيب. اللي تعبنا فيه. ما هو لسه ما اتناقش يا فندم، لسه ما اتناقش. لما يتناقش ما انا بقول لحضرتك انت عارف هقول لك هي كلمه واحده بس. والله الوقت خلص من ما كلمه واحده كلمه واحده هنخلص. انت عارفه من عدم اسباب مناقشته إيه؟ ايه؟ ان احنا الدوله دلوقتي بتعد السلطه التنفيذيه لكيفيه تطبيق اللامركزيه دلوقتي بتعمل اعداد. سياده النائب ممدوح الحسيني عضو لجنه الاداره المحليه في البرلمان، شكرا لحضرتك يا فندم. وشكرا كان معانا الدكتور حمدي عرفه واستاذ الاداره المحليه، بشكرك. ده طبعا موضوع مهم، والاصل المحليات دي هي كل حاجه في حياتنا، يعني هي الشارع والمدرسه كل حاجه في حوالينا، كل حاجه مفاصل الدوله. مفاصل الدوله انا دايما وابدا اسمها مفاصل الدوله، وهي فعلا مفاصل. انت عندك 4777 وحده محليه على مستوى الجمهوريه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه.